الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن كسوكنا كتاب شرح العقيدة الواسطية أن سوكنا هذا الكوشيغ ويتولون وعي كوري بكتان أي تشعلادان أي أغرقاران أي دفاعان وعي تشعلادان وعي أغرقاران وعي دفاعان إذا وحكشكتي كبير النغضان أهل السنة والجماعة أزواج رسول الله رسولك إلهي حاسس كيسا صلى الله عليه وسلم حاسس كي النبي أهل السنة والجماعة ويتعلادان ويؤقرقاران ويدفاعان إذا وحكشكتنا ويكبر النغضان ويتولون وحي كولي بكتان أهل السنة والجماعة أزواج رسول الله رسول كإلهي حاسس كيسا صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ومؤمنين تهويوين كودة زوجات كالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنين طوطان هويوين كود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم مركا إلهي باشيغي إن أي يهيم مؤمنين تهويوين كود حق حرمضة أي كيهين حق احترامك حق احترامك إيا حق تقديرين ته إيا قور كودينو حرام يهي أو نبيغا إبعانا هينو سن أبنانين بعد نبي قف بوسكرا مجلو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إما سبنانين إنا ترسول كالبتان إنا الحاساس كي سياساك قدال كي سقول ستانا إني ما سبنان أرن كاسولا يكتس وكوي ما الله أقرى مركا لنا عاس وحي كيهين سيدا هو يدي أوكال لكن لنا عوالبا كما أهان أو أجنبي كيهينو ننك مسلم كا لما خالي نقاكرو وإنا كي جرتانو ما فيري كرو مركا لنا عاس أجنبي كيهين لما خالي نقوكت لبدي انه هل من انه جوجتان وا حرام يدون عيدك لا جوجين ما فيري كرتي ايدون حجاب وين حجابتان فاسالوهن من وراء حجاب الاله الي مركا ونعاف امهات المؤمنين ويؤمنون اهل السنه والجماعه وحي رميان بانهن زوجات كالنبي أزواج النبي حاسس كسينيه في الآخرة آخرة نبي صلى الله عليه وسلم زوجات كسي أدون كوكو قرسدي آخرانا وزوجات كسي أدلة بلانا نصداس لغا قادنا أدلة لغا قادنا يوحا كمتع نبي حدي صلى الله عليه وسلم ننكست يقبر مؤمنا وكستو أدون كسكو قرسده أؤمن به هذا نينكاس حاسكاس نينكل أقدم بين لبدو ده حبي كنا ده قلام لبدو ده إسكوا زوج يزوج آخره ده لبدو كنا ده قلام نبيكون المؤمنين تاس وهرية زوجات كي أقول سبينه قفنا قدال كسمك بورسن وأمام بنانا با ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الدليل هو وعد كاسا كميطه وحيكوه كقاتان أهل العلم يقول مركي الدون كاللبدو الرنسيي زوجاتك النبيغا إنو النبيغا صلى الله عليه وسلم أنبا بحين سيو اسكفره يا إنا إلهي يا رسولك سي دارت آخرة دورتان واحد دورتان إلهي يا رسولك سي دارت آخرة
taasna waxa koow soo galaya daarta aakhiro inay yihiin nabiga zawjadkiisi fi daar al-aakhira sawda binti zam'a markay gabowday habeenkeedii waxay uga tanaasushay aisha ayagoo ka baqaysa nabiga inuu furo oo doonayda inay noqoto zawjada nabiga fi dunya wal aakhira Babarani mu'tam al-awsat kan wuxuu ku wariyay haakim ibn mustadraq haafidu dhahabina oo sahih yeelay aisha inay weydiiday man azwaajuka fil janna haasaskaagu yeeyihiin rasuulka allah jannada qala amma innaki minhunna adugu kamida marka zawjaadkiisa dunyada oo koob iyo toban aha oo laba intuu nabigu noolaa ay dhinteen oo kala ah Khadija bintu Khuwaylid iyo Zainab bintu Khuzaymah al-Hilaliya labadaas intuu nabigu noolaa ay dhinteen sagaalka kalena nabiga ka dhintay ayagoo nool koob iyo toban kaas weeye zawjadka nabiga aakhiro zawjadkiisi weeye ويؤمنون وحي رميان أهل السنة والجماعة بأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أزواج وحساس كسينيه في الآخرة خصوصا أخص وحن قاري يلي خصوصا قاري يلي خديجة رضي الله عنها خديجة قاري يلي وكو أقول فضلك بضان زوجات النبي أكملت كو أقول فضلك بضان أم أكثر أولادي نبيك عرورتي سإنت أقبب بضان هو يدود عرورتا نبيك وطن مركا الله يسكد داره إبراهيم مركا الله قرر يبو إنت كلا أيضا هو يأو أخذيك إبراهيم نماريا دشري وأول من قفك يبوه الرئينا وآمن الهمية به النبيك قفك يبوه الرئي نبيك همي وأيضا قبيل جوي بمان تذكرن حتى أبو بكر يدك ورئي sababtoo ah markii koobaad waxyiguba ku soo degay qofku u yimid ee zamiluni zamiluni oo ku yiri wa khadij ah wa khadij koob ayo usheen ayada humayday wa awwala man aamana bihi wa aadadahu qofki ugu horeeyo nabiga ku taageeray ala amri amarkiisana wa khadij qofki ugu horeeyo xoojiyay oo garab istaagay oo xoriisa siiyay oo ku taageeray wixii Ilaahay ku soo dejiyay nawa khadij wakaana laha khadij waxa uu sunnaaday minu nabiga xaqiisa al manzilatu al aliyya darajada ay ku sareeyda wuxuu jiclaa jacayl la yaab Aisha radiyallahu anha waxay tiri ma aanan arag anigu khadija wariyayna saan uga masayray xaasaska nabiga oo kale qof kamid uga ma masayray mana aanan is arag oo markii ay dhimareysay Khadija nabigu maba guursay seedo gamma sayrta markii la yiri waxay tiri waa sheek sheega nabiga mar walba Khadija saasay yeeli jirtay Khadija saasay bii jirtay Khadija saasay yeeli jirtay Khadija sidaasay ah maxaan ilaahay tii rasuulka Ilaahay oo waxaad moodaa caalamka inaan dumarka lagu arag dumarka laba caalamka inuu san joogin aad moodaa markaas ayuu nabigu tirtiriyay sallallahu alayhi wasallam oo uu ku tilmaamay saddex sifo oo aan soo sheegnay oo ay ayadu kaligeed lehed zawjadka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna yiri qad amarat bi id kafara bi an-nas wa middi ir-rumayday markay dadku igu kufriyeen wa saddaqatni id kadaban yan-nas وامدي اترهما شيغيدا مركي ددكو يرهدن بينالات وواصفني بمالها اتحرمني الناس وامدي مالكيدا ايغو تاغيرتي مركي ددكو مالكودا يديدين ورزقني الله عز وجل ولدها اتحرمني اولاد النساء وامدي الهي عرورت ايغا سيي مركي زوجاتكي كلام غورسداي دمان الهي عرور ايغا ديدي دمان لزوجتك كان عرور وما دالي النبي صلى الله عليه وسلم وما دالي حديث كاسر الإمام أحمد أيام مسند كيسكو ورياي
شعيب أرنعود وقول حديث صحيح وهذا سند حسن في المتابعات مركة خديجة كوة أقو فضلك البدان أيهي كميت إهات فضايشة صدحات عن شيئني وحاك لو كميت أو أفر كوة نبغا جعيلكي وطربة بنا أو شيك شيكي تري بخاري مسلم كوسو قيا إني تري عائشة ما قيرتو على مرات ما قيرتو على خديجة كما مصيرين هوايني انت عن خديجة كما صيري من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وحانو ما صيرين واحد تاي انت بضان او نبغو شيك شيكي وحو شيك شيكي انا واجع الحديث كاسنا بخاري يا مسلم ايا وريين waxaa kamid ah manaaqibta iska lehed intii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay la noolayt nabigu laba guursan marka uu guursaday xaasaska badan waa markii khadiijo ilaahay ka oofsaday lama guursan nabigu sallallahu alayhi wasallam imaam muslim ayaana sahihi isku wariyay xadiiska sheegaya nabigu uu san khadiijo la guursan waxaa kamid ah fadaa'i sheeda حديث البخاري ومسلم اي وريه النبي انه يري خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجه بنت خويلد امضى دمركودا مده اوغو خير بدان وا مريم بنت عمران يا خديجه بنت خويلد وحكمه امان يال كيدا يا فضائشه حديثه تصيدا حديثك إمام الترمذي ووريي شيخ ناصر نوكو صحيح يلي مشكات المصابيح نبيك إرويري صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد عالم كدومر كيسا وحاكو في الانفضيلة يواناك ومريم بنت عمران يا خديجة بنت خويلد فضائل شيء ووين وحاكا متأح خديجه نبيك صلى الله عليه وسلم ملك جبريل ويمت مركز وحو كيري نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه خديجه وطاسا خديجه قد أطت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب وليسو سداء أو أما إيدان أما عنت أما عبتان كتيرو فإذا هي أطتك فقر عليها السلام من ربها ومني خيكوت مع الضوء يقول السلام رب العالمين نقول السلام رب يسوي السلام يا خديجة رب العالمين السلام أنا قال ملك جبريل هو السلام السلام نقال قرسي الله بذي النبا وبشرها ببيت في الجنة وقل بشارة قري الجنة كوية لنا من قصاب قري قاسو جوهر كسميسان ما هنتك عالي في صار صاري حتى ماهن في الضلس سار ساري وامر واحد او جوهر او بحجة اللي قد دلولي لا سخاب فيه ولا نصب قولي قاسم بوق لحين اي قولي لقو نصطع وحدة لنا آن لحين قولي قاسم بشاري بخاري مسلمان وريان حديث كاس وزوجتي ونبي لنا ولا انت اقبضا لنا ولا حاس شن يلوا تنسانو ايو لنا ولا marka way soo jeeday inta ugu badan uu la noolaa 25 sano uu la noolaa 25 sano uu la noolaa khadiijah al ilmigu waxa isku khilaafan khadiijo iyo aaysha iyo fadl badan al ilmiga gabadha way ka taxafudaan way ka joogsadaan labadoodana ugu fadl badan sawjaadka nabiga laakiin labadooda yaa si fadl badan al ilmiga qaar kamid way ka taxafudaan qaar waxa ay raadaan khadiijah fadl badan arna waxay raadaan Aisha fadl badan qaar kamida oo waxa weeyaan al ilmiga oo ku fogaado yiri soo jaadka nabigu hatta Abu Bakar ay ka fadl badan yihiin waa jiraan laakiin culimadu waxay raadaan misaladaas waa khad ibn al-Hasim yana kamida culimadu ku simbir raxatay Abu Bakar asaga u fadl badan ummadan badda nabiyaha misaladaas waa musallam hadiis ay noo soo ogaan مركز زوجاتك النبيك وحاو فضل بلان عائشة يا خديجة والصديقة وأخص وحن قاري يا الصديقة صديقة صديق لماذا هو الدرجة النبي لماذا كحبت شهدها ويكسر أيضا
درجة الصديق نمضو ودرجة كسس رأينا الشهيد نفي النماذة كحكتا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ودرجة نفي النماذة كحكتا ودرجة إلهي كنت المامي مريم بنت عمران والصديقة صديقة أيان قارية ليا بنت صديق صديقة نقبل نساء وعائشة أيضا صديق ودرجة ذا سيقات أبيهدنا وصديق رضي الله عنها إلهي رضيها كالنغضي التي صديقة قال أكير فيها شأنك إذا النبي النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة عائشة فضل كذا على النساء الدمر كأي كفضل بلانتهاي كفضل الثريد مفمرق له انت ادير يا هوي على سائر الطعام انتظر انت ذكره مفمرق له انت انتظر كلا من كسر ايو اي كسر ايضا عائشة دمر ككلا حديث كان البخاري مسلم وريه أزواج النبي حاسس كيسا صلى الله عليه وسلم هن حاسس كالنبي من دلو يتزوجهن النبي وكبر سبب بالنكاح النكاح فأولهن تنبور إذا خديجة بنت خويلد ويرضي الله عنها تزوجها النبي وكبر سبب صلى الله عليه وسلم بمكة مكة وكبر سبب قبل البعثة انت عن الصوت لنا النبي لقد لكنكوه وكانت وعيه سنه النبي دعديسة مركو قرسنة خديجة 25 شان إلى 20 جير وكانت وعيه هي خديجة تكبرهم متكوين بخمسة عشر عاما شان إلى 20 سنة يكوين مركا شان إلى 20 واحد كو دارتا شان إلى 20 سنة أفرتان سنة يترت مركو قرسنة عرورتو بنا أيضا أدرش عرورتو أدرأي أدن marka laga reebo ibraahim ayada u dhaf ayada u dhaf gabar ka weyn lama guursado waa sheeko gabar ka weyn lama guursado waa sheeko sheeko wi waxa nabi maxamed uu guursaday kuna liibaanay liiban aan wax weyn qof ka dambeeya iyo qof ka horeeyay midna uusan xaas ku liibaanay soo ma jeed afartan jiray ee dhamaan arurta uu nabi u dhalay ibraahim ma inta kale ayada u dhaf ayada u dhaf marka walu santa dilgu yiri gabarka way lama guursan walam yatazawwaj lama guursan nabigu calaha khadijo nabigu lama guursan intu qabay gabar kale kama daba guursan walam yatazawwaj lama guursan nabigu calaha khadijo hatta tuufiyat ila al-qasri sidoo u ilaaliyay taasna ku tusay wa qad ruziqa waxa laga siiyo looga risaaqay nabiga minha khadijo بكل أولادي عرورتي ستنمان توت إلا إبراهيم إبراهيم ماهن إبراهيم ماهن انت كلاطنم أيضا إلهي كسي وكانت وحي خديجة أولا من قفك يقول ريو آمن الهمي بيه النبي وقواه حوتيي على احتمال أعضاء الرسالة رسالة أوليسيال كيدا إن أدو القاطو قفك كباد كتاقيري أي إهير oo waxa weey waliba qalbiga u dajinayay ayay ahay waqt ma tabuuxay dhimaatay qabla hijrada hijrada ka hor bi 3 sanin sadex sano an 65 sana ayadoo lixdan iyo 5 sano jirta lixdan iyo 5 sano ayadoo jirta ayay dhimaatay fatazawwaja nabigu way guursaday sallallahu alayhi wasallam badaha qadiicha ka gadaal sawda bintu zam'a haasaskiisa taas guursaday marka khadiija dhimatay radiyallahu anha wa aqada wuxuu nikaasaday ala aisha radiyallahu anha wa kaanat wahayna ahad bint 6 sanin lih sana jir ayay ahad markuu nikaasanay nabigu lih sana jir ayay ahad markuu nabigu nikaasanay marka gabadha saqirka wala nikaahi kara gabadha saqirka wala nikaahi kara lix sano jiray ahayd marka uu markaas uu nikaasanayay lix ay jirtay lix sano waxa doona sagaal sano markay jirtay ee loo gurigeeyay oo madina loo hijrooday waxa qadada nabigu way guursaday cala aisha ta way nikaahsaday radiyallahu anha wa kaanad waxayna ahayd bintay 6 sanin lix sano jir ayay ahayd
حتى إذا هاجر مكوي جروده إلى المدينة المدينة بنا بها وكل است والحال هي أيده بنت تسع سكر سنة جريت ومن زوجات النبي حساس كيس أيه كمذاعت أيضا نقش أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي وقول سيد أم سلمة بعد زوجها زوج كذي كجدال أبي سلمة أها وزينب بنت جحش نيا كمذاعت تزوجها النبي وقول سيد صلى الله عليه وسلم بعد تطليق زيد بن حارثة مركي أوفري كجدال لها زينب مركي أوفري كجدال مركاسو النبي وقول سيد مركز او على الصحيح تعبير كاس تعبير كاس صحيح نمبر زوجته الله الا اغوري نبيك اياها زينب نبيك غورسدي مايا ما الله نبيك اغوري تعبير كاس كاس صحيح معايا لي زوجات كان نبيك ضمان اهل كودي يا وريغودي يا نبيك كنكاحي مركا لغا ريبا زينب بنت جح ايضا رب العالمين كنكاحي وانا خصائص نبيك ميد كميد قف كلا يبدو يرادو قبار اتنبي كاع وإي حلال رب العالمين يقول نكاحي إتك لا يقول نكاحي وزاني قال لي أرنتاسو نبغي خاص أت نبغي خاص أت يا أرنتاسو وأنا كون فاني كرتي زينب بنتجاش ووحي بي كرتي سيدة صحيح البخاري كنسو قان زوجة كنا أهالي كنا إذن كوحا النبغي إذن كن نكاحي إهليال كني وزوجني الله من فوق سبع السماوات اني غنا رب العالمين تضرب السماء ككر اي سو غوري او اي سو نكاحي سلاس ايديك كرب العالمين تضرب السماء كسريا اي اضمني سكومه دخجرو كسو عن يوبا كسريا وحاكمه وجه ويريه بنت الحارث اكمله يا وصفيه بنت حيي هي وحفص بنت عمر هي وزينب بنت خزيمة وكلهن تمانت أمهات المؤمنين مؤمنين تهويين كدوي وهن تمانت أزواجه ونبي حاسس كيسي صلى الله عليه وسلم في الآخرة آخرة وحاسة وأفضلهن هو أقوم فضلك بضان على الإطلاق سيسي ديس خديجة يو عايشة ولا رأس أقوم فضلك بضان رضي الله عنهما لولو مكرا فضلك وكاقصد marka wasidaas intu noola waxa ka dhinteen khadija iyo zainab bintu khuzaimah al-hilaliyah labadaas intu noola ka dhinteen sagaal ka kalena ayagoo noola nabiga kalintay sallallahu alayhi wasallam way tabarruuna ahlus sunnah wal jamaa'ah waxay ka bari noqdaan min tariiqati rawafid rawafida wa jam'u rafid حوافظة دريقة دولي كبري النقضان أهل السنة والجماعة الذين كواسوا يبغضون الصحابة الصحابة أعرودة ويصبونهم آية ودريقة النواصب نواصبت دريقة دولي وكبري النقضان أهل السنة والجماعة الذين النواصبت يؤذون الربا أهل البيت البيت كا بقول كربا أو عمل عمل كربا حوافظة saxaabada way u arudan badankooda waan ayaan waan galaysiyaan waliba afdalu saxaaba Abu Bakar iyo Umar Aisha kuwaas ugu hormaraanba albaytkana way ku gambadaana waxay iska dhigayaan inay u gargaarayaan markaas ay buunbuuriyaan ilaa ay gaarsiyaan xaq ay san xaq u lahayn oo Rabbul Alamin xaq u leeyahay ilaa ay gaarsiyaan nawaasibtuna ayay mid ku yihiin نواصبتنا أيها الليكوين مركاسي وحي اسمين ايان أهل بيتك أيها لا الله يتميان أو أفلق الديني أهل بيتك قل هذا عن رافضة أي كر قاد ايان أي أيها أفلق الديني أهل سنوه مركا لبدو هذا الطريق بري ايكيه لبدو الطريق بري ايكيه ويمسكون وحي كيشوك سدان أهل سنة والجماعة أما كيش ترك إحدى بين الصحابة الصحابة ويكتشوك سيدا خلافات كي كان إحدى الصحابة ويكأمسا عرب كوذي كإلا شبا قلب رضا وكإلا شبا وكإلا شبا وقالبا كان عدود انت أي كدقان دين وحي كشيغان دينك إسلام كوائل لبرتي لي تاريخ دولي إسلام كان لبرت مركاسي
خلافات يرير او صحابه كدخدعي او وخي لغو داراي او وخي صحابه لغا جاراي او سيدي وركو اها لغا ليهيي اي تاريخ انت كدغان جامعاده ايو اسكولاتكي او دغان دد مستشرقين تقوى كفرره اسلام لماذا شيكت ادي او بومبونيا هل كدغني وا كدغتان سياسه وخا لا اسكو قبطي صحابه معاويه يا علي يا اسكو قبطي وانا بنتو ولي بيس معاويه ما دين انا خلافه وحق انت على المولى ولي اسم دين هل مالك حتى اسكو ما قبط اه ارغب كليته او خوارجو كشقيداي اي هي ديبك ميشا كدح سداسه مرك خلاف كاس او صحابه كبح دعي وحا بومبونيا غالبا يدك غالبا او اديغا ايا بومبونيا اهل السنه والجماعه عرب كوداي كالا شبان markay saxaabada ka hadlayaan arab cabsi badan ku jirto oo taxadar leh oo isla amaad sanbirida hatta ay uga hadlaan ad ay u cabsadaan markay ka hadlayaan saxaabada ahlu sunnah ama arab ka wahiya kullu ihda saxaab aad isku ilaaliyo ahlu sunnah jamaa saxaabi marka ka hadlaydo wala islaaliyo sida waxa weeyaan dad marar badan arabka marka ka hadlaydo markasta in islaaliyo waa weej laakiin wa kala daray ilaahi marka ka hadlayda ka وين اتسئت او بسكو الى علي ذا كوان قد نبقى كهات ليضا وين اتسئ الى علي ذا صحابة ما قد كهات ليضا وين اتسئ الى علي ذا دين بهاتات كهات ليضا وين اتسئ الى علي ذا لكن كلا قطر سن كلا قطر سن ويمسكون ويكتشوت سدان اهل سنة والجماعة اما شايدي شتيرة كدهد عيبين الصحابة الصحابة ويقولون وحي رابان ان هذه الاثار اثارتان وأخبرت أخبرتوي إن هذه الآثار آثارت المروية اللورية في مساويهم صحابة حمايلك هذا اللي جوري ساسا دح مرت ساسا دعدي وإسدلي دقالة دعي منها وحاكم إذا آثارت ما شيء هو كذب بين قروا بين لسوي ومنها آثارت وحاكم إذا ما طيب قد زيد وحلقوا داري فيه تحديثة ونقصنا وحنا لقد نقصانيه قيبنا وحنا هو اللي قد داري انتي كفهم سيره قد يبدو سيره يقول علينا ولقد شر وحنا هو اللي قد داري وغير وانا لقد بدلي عن وجهه سيدو أحا سيدي أرين تصوير قد علينا ولقد بدلي سيدي لو فهمين او خمان كليا لو فهمين والصحيح انت صحيح كا منه مروية وحنا لقد وريه قلاف كاس انت صحيح كا هم صحابه فيه كا صحيح معذورون واكل لو عيد الدار ولو عيد الدار عيد الدار يا حسبا اما مجتهدون اما مجتهدون كو اجتهادي اليهين مجتهدين تاسو مصيبون عصيبين واما مجتهدون كو اجتهادي اليهين مجتهدين تاسو مخدئون قفي waa ijtihaade waxaan u dhixayaan inay asiban yihiin gafeer labadaas u dhixayaan darajada tur ijtihaadna waa gaari waxa way umada muslimka saxaabada oo cilmi badan qofku ee darajada tur ijtihaad markuu cilmiga ka gaaro mas'alada markuu ku ijtihaado sida xadiidka saxiixaynka ama hal ajr wala amal laba dambina kuma laha mas'alada markuu ku ijtihaado ila hakama al-hakim fajtahada fa asaba فله أجر يعني وإذا حكم فاجتهد فأخضع فله أجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين مجتهد كهدو اجتهاده ومسألة كو اجتهاده وقف درجة الاجتهاد قارب ما هن طالب علم ما هن عامي عامي اجتهاده سوى هدو أصيبة حتى الدم يريد وهذا هدو أصيبة هو مسألة لا صوفي صدق وإن تبنقر روعية عامي يقف كان درجة الاجتهاد قارنة جاهلك شدو شيء كل اجتهاده او سير هذا حقي كأغو سلا الديني اما حقوق شرعه او اصيبه دم بيكولي هدو قفانة دم بيكولي مرتنا بدبادي معصب حيال امو بنانا انو اجتهاده واجب وعقوة علمات انو ويدين بدك الهي الله مكدر قول اجتهاد الله دير قول انا علمات انو ويديان الله دير فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تبكى عن علماء إذن كهدادنا نهين علماء ويدية
أضوى عام ينتترى واجتي هذا الدين وحويا ودان قفر من دوالا إيد أفا ملاجنا هلا مايا مايا دار أصيبتان الدم اللي قرى هذا دار أصيبتو الدم اللي قرى فاسح رمضان ونسكرين حديث كما بيانا كقاتل سلاس القضاة الثلاثة قاضيان قوى صدح قاضيان في النار لابا قاضي النار تيقرين ووحيدو في الجنة هل قاضينا جنة دو قلت قاضي بجنة دو قلت وقاضي دين تأقارو لعجلنا كسنية لابا نار تيقرين دو فيرية من دين تأقارو لأي لك وكال لحظة نار تو قلت من دو جاهل نار تو اسك قلت سو ما بقول مبهين هدو قفو نار تو قلت علم الوحيرا مركة كلاقات مال إلا ما بقول مكة لقاضيني أسابه جاهل هدو إلا دبان كلاحكمنا دينا كهدلا أسابه نار اسكلي أما هاسيبا مهقفو ما بقول مكة لقاضي حديث كاسي كاقاتنا العلم كان كلاتو حالي هدو جو كوصة ما يحقي كل إحدالي ونار تو قلت إلا سوى حق وايه كان أما جاهل لما بينا تحقق كل إحدالي جاهل أنا هاي تات كان كلا حكمنا نار تضلير سيدا سوي جاهل أنا هاي دين تنكتش وهذا مجتهد أنا هاي نار تضلير صحابه مركا أيبه عالمين مجتهدين هاي أحيانه درجة الاجتهاد جاري نبي محمد نوحو ليه صلى الله عليه وسلم مجتهد كان مرها دي حاكم اجتهاده اونا أصيبا للي أجروا ليه هادو قفان هل أجروا ليه قف كان الدم بيسوا الله قافيهم عنه مقرأ اللي أجر يا بل السيئي مركا صحابه انت صوابك كأقلافك انت قعدي مجتهدين كو آيين وحي أقيم سيهين مد هل أجر كهلي ايه مد الله كهلي دم بني هبشي وفرس ووحي اجتهاد كل عي وصف وهم أهل السنة والجماعة مع ذلك أيضا سيدا سجرت وأخبار تلورين أكثر كيدو بين أوياي أما وحي لقود داري أما وحي لقات شري أما أي تيخبون كاجتهادين وهم أهل السنة والجماعة مع ذلك انت سيدا سجرت لا يعتقدون مع عقيد ديسنا أن كل واحد متكستو من الصحابة الصحابة كمتأة معصوم كل جاء إلى ريائل يا عن كبائر الإثم دم بيجا كويس ووين يا وصقائر كويس يريف أهل السنة والجماعة ما أمن سنة صحابة مت مت ما كلوا في ريو مت 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 كم ده معصوم ما أمن سنة رافد هذا أمن صلى عنهم الله يعني أمن سين آل البيت علي ما بيطالب جوهر يوم معصوم بالدفاع لبي يتران كذا إمام نصاسي كأمن سين لبي يتران كذا إمام وعلى جوهر ريو حسن حسين كذب هالكاسي كرحمن انت كلا حسين عبد علي حسين يكو أبطر صلاة حسن وحوين عرورتي سيكو مجرين حيكو معي المتقان إن مسلمين تنبدوبان سو صحابي كتر يما عام جماعة أصدقوا أكثر كمسلمين تو أي بيعادة لقلين أبيس مركي أولنطي وحوين خواريش دي الشي علي بن أبي طالب مركي خواريش دي الشي حسن اي بي على قال المسلمين مسلمين تيون marka laga reebo reer sham asagoo hukumaya oo ir muslimiin to laban noqon maayaan kooxo sham soo kaba jira xoga muslimiina oo muawiya masuul ka yahay khalas uu muawiya isku tarsad ana ka tanaasulay muslimiin to laba kooxood noqon maayaan laba dowladoodna yeelan maayaan taasi marka ay ka ciil qaban rafido illa waa isa muslimin taasi ha muslim diinta la isay weey marka caruurta Hussein ay aad marka ay waxa way isku dhadejiyaan 12 imaam oo saas Hussein ugu aftirsanayda marka Hassan iyo Hussein Cali laga reebo ay tixin macsuumiin ay ka aaminsan ahl sunna wal jamaa'a ma aaminsan qof aan nabi ahayn macsuum sahabada ila isku waafaqan qalad macsuumi ka yin taasna ummada muslimka hadda ma ka ahba لا تجتمع أمتي على الضلال نبي صلى الله عليه وسلم أمتي كما كنت الضلال لكن مرمر مركا ليرا هذا متوال باقار معصوم معه دنبي كبيرة هو كان إكرار ما هم مثلا يكون اجتهادي دنبي هذا كان إكرار مت كبيرة هو كان إكرار مت صغيرة هو كان إكرار بل تجوس وعاكم بنان عليهم صحابة الذنوب الذنوب في الجملة قودهان حناها دمان اسكو ما وافق كران خلط ما بقى كرتين اسكو وافقا ويحا اسكو وافقا وحق لكن مر مركا ليرادو معصومين معها
ولهم صحابة وعوسنا بي من السوابق وحياله هرمري والفضائل فضلوينك ما شيء عوسنا بي يوجب واتبري مغفرة ما شيء الله دافو يصدر منهم كسوفلة وحياله فضائل هي سوابق وحراي عوسميين تاس او كيري دا وحي كدع الدنبي الله دافو waa in sidder hadduba ka soo fulo ah waa hadduu ka dhaco ee waa dambiyeelo kabiir ah ka dhacay saaxiibeed ma wax la weeyo ee hadduu ka dhaco waxa ay leeyihiin fadaa'il iyo sawaabiq hormartay hatta inuu sheeniye yughfaru lahum sahabada waxa loo dhaafa min sayi'ati haqa kuman yalka ma shay la yughfaru an loo dhaafa liman ba'dan dadka ka dambeey waxa loo dhaafayna loo dhaafa ayay حيث وحيليه حسنات أي صلحين ذاتك قدم بيه حسنات هنا وابعب إيان دنوبت إن الحسنات يذهبن سيئات اتق الله حيث ما كنت وأطبع سيئة الحسنة تمحها حسنات هو وابعب إيان سيئات قف والبابا قفك كأنتو كحسنات بديه دم دافك ووغدوي مارك وحيليه حسنات تيرات لأن الله وحاوسنا ذي صحابنا من الحسنات حق حسناتك التي حسناتك تمحو ترتريس السيئات حميالك ما قدر أوسنا ذي ليس أن أوسنا لمن بعدهم ذاتك يقلل كل كسوان وقد فبط وحانا كسونا ذي بقول رسول الله رسولك إلهي قول كيسا صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قول كيسا وحا كسونا ذي أنهم صحابة خير القرون قرنيالك كوة وقيرك بضان إليه قرنيالك كوة وقيرك بضان ونبقى وحاك السنادة صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بكو بن وحاك خير بضان وقرنك أنو أنوله نبقى أن الصحابة لن نوله وحاك حقا حقا خيرية طلبة كحفتة وحاك حقا طلبة كحفتة عرب كان نبيك أكو مرقاتك نبيك أكو مرقاتك أي أمات دان كو يقير بضنا إليه وعاكرو نبيك الشيغي وأن المدى كومب ومن أحد مد كميل حقي سكاهده هل مدال هل قلاس ومن أحد مد كميل أيها حقه بكاهده إذا تصدق به أبدو قلاس كان صدق إستو كان قلاس كان سوقه أهانا أفضل مد كفضل بضان من كبيري أخدن بورت أخد ذهبت وذهبت ذهب كاسو من من دد حقودك آده بعد انجلالك وضاكو السوغان بورت وحود ودهب او دكا قدم بيا صدقيان ايو هل كومبو وهل مد او صدقيا مد صحابة كميدا اما مد بركيس وحا فضل بضان مدكا اما مدكا بركيسا صحابه صدقيا حيلا ووقت قاس وليس كتيري باهيدا دين تلو قبل ان لو قرقارو وقت قاريه كسو آده وقت قاري كسوه وانا كفى إذا سن إله وافتي ثم إذا كان الشأن يهدو يهي ثم إذا كان الشأن أرنك يهدو يهي قد سدر إنو كسوف لي من أحد منك مدى ذنب ذنب فيقول وقو أهانا سحابك سقط طالب منه مدك طوبت كاني طيب هذا فرضا وتقديرا ذنب إنو كان حي وكت طوبت كاني أو أمس أتى وحو ليمد بحسنات أجريال أجريال كاسو تمقوه دم بغاس ترزرير إلا طبال الشيء دروب تباب إذي وطوابدو أي كو كتاهاي طبال الشيء أولي رابا محيات كو دروب تترتيرا طبال كاسي إهل أيهي طبال كاسي إهل أيهي إنو كتواب كان نعضا وحاد على حسنات إنو ليمد ترتيرا أو غفير الله إن لو قد أفال أركا بفضل السابقة هرمارد دي وإسلام لماذا هرماري فضل جير أولا مثل بشفاعة محمد نبي محمد إرقين تيسا صلى الله عليه وسلم الذي نبي قاسو هم صحابته أحق الناس تتكوا وحق لمبدا أيه بشفاعة شفاعة ليس نبي قاسو إدقوا إرقين وحق لمبدا صحابته أولا مثل أبتلية وحق امتحاني ببلاء بلائيه في الدنيا بلاي أدونك لغو امتحانا حنون فقر عبسي عذر لبعتوين كاسا لغو امتحانا
dibatooyinka sana waxa dambiye dhaafka lagu helo duq qofku ku sab ah sheekertay ashaddu nasi balaa'an al-anbiya dadkooda waxa ugu dhibaato badan adduunka oo dhibaatooda ugu badan ku dhacda nabiyaal ah thumma al-amthal fal-amthal kadibna waxa loo kala dhibaato badan sida loo kala fadli badan ah dibatooy ah laakin dadka man qarta oo iimaankoodu daciif ka yahay oo jahalada waxay moodaan waxa weeyaan wax dib aad taqof turi santaaban inay tahay calaamad ilaahay inuu jecel yahay tusay haa inuu alle jecel yahay calaamad tusay wax dib aad taqof ka day santaab murugan male walaas male faqr male arsi male udur male ma hansa haa ilaahay qofka markuu jecelado waa imtixaan nabiga yuu sallallahu alayhi si uu ilaahay u hortago sabab wax dambi lahayn haa hadduu nab aadana ilaahay waa ka haya balaayooyin balaayooyinku alle ka celiye dhamaan سيو إلهي وهرتك أصدق كرهرا أصدقك كنسي ذا وحيسي ودنوبت أقول ما يسترمت وأمت وإقاط ما يسترم إقاط ما يسترم مركوا النوع عاص أولا ما سيومت لي هو الله امتحاني ببلاء لباطة في الدوية الدوية لباطة باسو كفرة لوجود بطافي به لباطة عنه السحابي جاسي فإذا كان هدوية هذا حكم كان في الذنوب الذنوب المحققة للسوغي مدى السوغان هذا السلاسة هاي فكيف حالك سيدي الأمور أرماها فكيف واسده الأمور أرماها التي أرماها كانوا صحابة أيهايين فيها أرماها مجتهدين كوكو اجتهادي وإن أصابوها دي أصيبان فلهم أجراني لذي أجر يسوغ ناطي وإن أخذوا هديك كفانا فلهم أجر واحد هل أجر أصنع بي والخضوا كفكنا مغفور مثل طافئه ثم إن القدر قدرك الذي قدرك ينكر لك إنكرا من فعل بعض الصحابة قدرك من فعل كيس أو سمي قدرك الإنكرا قليل وامد ير نزر وامد ير مغمور وامد لقد بولي في جنب فضائل القوم قوم كاس فضائل شودرين عدى وحاد من أول بكتب ولو قرينا فضائل قوم كاس فضائل قوم كاس مغمور نسخوه قبل مغفور نقول دارا مغمور أيها لفظ قاس السوابة مغمور ومثل قد بولاي في جنب فضائل القوم قوم كاس صحابة فضائل شودرين عدى إيا ومحاصر ونقيال كودة ومحاسن تاسي بحيين فضائشو ومن الإيمان الرومين تا بالله الله أي الرومين والرسول الرسول كيسا الرومين والجهاد جهاد كا في سبيل الله جد كيسا يكون جهادين والهجرة هجرة والنصرة وقرقارة دين كا والعلم النافع علم النافع هاي يقينين والعمل الصالح عمل كي صالحة أو أي سمعين ومن نظر قف كفيريا في سيرة القوم قوم كاس تاريخ نوليت كود قف كفيريا وصحابة تاريخ نوليت كود قف كفيريا بعلم علم كفيريا وبصيرة قوم قف كفيريا وما شيء قف كفيريا من الله إليهيكو قال ما يستي عليهم كوركو دبي ماغا ومن الفضائل فضيلين انت اسقف كفيريا وكان الجواب في منط علم وهو كان يقينا سيه بالا انهم صحابه خير الخلق مخلوق انكو خير كبدنا اليهين بعد الانبياء مريالك كغبال لا كان حد كور ما اهانين ولا يكون هد كدنا اهاما مثل ايغو كله كان تمام لا كان مسقنا من حد كور ولا يكون هذا كذب من السقمام سقمام مثلهم أيها قفل منه وأنهم صحابة الصفوة وحلك من قرون هذه الأمة أمة دان قرنيال كودا لغا حولي وكو إلهي كدورتي التي أمة هي خير الأمم أمة دان مدى أخير بدنا أمة دان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة دان من أخير بدنا كو لغا حشينا والصحابة وأكرمها أمضها أطلن أمضي كرامة بطنية على الله إليه كوركيس إلهي كو أمض وحوي إلهي أكتيس أقول كرامة بطنية وأمة محمد
ummadaas karaamada badan oo qeyr ka badan waxa uu qeyr badan saxaabada saxaabada laakin raafidu waxa ay saxaabada u sharbada ah kuntum kasifo oo raafidadu yahuuda uga sharta badan tahay kamid kuntum sifo uga sharbada yihiin ali yahuud raafidad waxa kamid ay yahuuda dil weydiyo oo la yiraahdo yaa u khayr badan dadka waxay leeyeen nabiga yagi muusaaha asxaabtiisa u khayr badan taasili nabigeenni oo muusaaha asxaabtiisa u khayr badan taasili taasili yahuud raafidaha dil weydiyo la yiraahdo dadka yaa u shar badan waxay leeyeen nabigeenni muhammad sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa u shar badan tiri nabigeenni muhammad aha asxaabti sa ugu shar badan ilay raafidad ka war ilay yahuuda kaliitan soo ma jeed ah waa kaliitan yahuud waa kaliitan sister teeda diinka iga baacada qofna kama dhaadici karaan al ilm waxa sheegan nin raafid aha ani yahuuda u shaqeeyay ninki raafidiga aha dad u socda u yimaadeen yahuudki muddo dheerna u shaqeeyay ay raadeen iyo ninkaan haafidiga uu shaqeeyay diintu haystaa markaas uu yiri islaamnimu sheegtaa taasale wadu intaas aad u shaqeeyay dad islaami weey markaas uu yiri ma dhici karto inaan aamino diin uu asagu ba sheegayo kuwi ka soo qaaday nabigi inay gaaloobeen inaan qaata ma dhici karto san ku aamino uu diin ah asaga ii sheegayuu leeyo nabiga saxaabadu waa gaaloobay u leeyahay ah marka uu yiri diin gaala soo rartay kama diin diga karu ah ma dhici karto in diin ka dhito aamino asagana ku sheekaynaa uu raafidi raafidiga iyo wafdiga uu gudbeen oo xalay bal war waxa aanu waxa ninkan ku shaqeeyo yahay yahuud waa ninkan moqtaale aad u ina diinta ka hor taagan ah san goor taaganay saxaabada nabi maxamed wasiiradiis wariyo abu bakar iyo umar aa gaalada uu ma sheegtaa ha dalka uu la taagan yahay nabi wasiiradiisi gaala ahaayeen ma aamin kara diinkiisa saw adiga ma marka wax diinta ka hor taagan saasa uu yahay uu yeeray waxaan ilaahi maqaati uga dhigaa yahay abu bakar iyo umar in laba muslim ahaayeen anuguna aan luusana ah aan ilaahi maqaati uga dhigaa macnaha aql akbar kara ma jiro nabigaasan rumaysanahay saax dadki ilaahay inta xulay saaxiibada uga dhigayna gaalay ahaayeen ma dhici karto aql akbar kara ma jiro wuxuu qiray ninkii inuu baadiyay isma raafidga ah wa hadda yaru soo islaam taasuu qir oo ogolaada inuu hadda iska soo islaam marka waa baraal waa dariiqa yahuudnimada ka liidata weyn يريد وحوشي رشيق أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يتبرعون وحي كبير النقضان من طريقة الروافض رافضوين كطريقة دوده التي طريقة داسو هي القلوب اللي وحد قد بقى في علي علي يا أهل البيت أهل البيت كيسا هي وبغض من بط إن لو أرادو أداه عليك الصهري او من كبار الصحابة كوهو ويناء ايا وصبهم صحابة إلا آية وتكفيرهم إلا قاريسيو وأول من قفك يقول ريو سماهم رافضكم مقعب بذلك مقعف رافض يا أبحشي زيد بن علي وزيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب او إمام أها رأين إمام من أئمة المسلمين كميدي زيدية قلت لراها الشعارة كميدانا وامدك يونس بشي قطو إمام كاس إمام كاس رافضة كم مقعابي وحكم مقعابي وحي إهي وحي لدن أنكو تاغير نكبر نقو أبو بكر يا عمر مركز يقول هما وزير جدي أووغي والنبي حمد صلى الله عليه وسلم أووغي الذي سي وسير وي قيرون كت المام مركزي كي يعين مكاسي رفضتموني فرفضتموني واي تورتين انت اصلا يقول تورتين صماء ودن بي يقدكتين رفضي واي تورد واي تورين مركز زيد بن علي ما دامه اماني ابو بكر يا عمر
وأول من قد يقول الرئيس ماهم كمك عاوي بذلك مك عسيد بن علي رحمه الله لأنهم رافضوا لما طلبوا مك كد البدين منه زيد بن علي أن يتبرئ بركة نوضا من إمامة الشيخين لبدا الشيخ لبدا الشيخ الدليل إلى الصحابة وأبو بكر يعمل لبدا الشيخ إمام نمدود إن حق رحايا خلافة إمام نمدود خلافة إن خلافة حق رحايا إنه كبر النقضة مركة كد البدين لبدا الشيخ أبي بكر وعمر محيو قد البنيان ليبايعوه إنه زيد بيعال قليان درتي إنه كبير النقضة سي أي بلان قلق قلان إذا ودي زيد بن علي ذلك أرن كاس إنه كبير النقضة ودي فتفرقوا عنه مكاسي كاكراتبين وكي يعين مر وكي يعين وانعين وحاوين أهل الضلال كبورة وانية الضلال كود الله وضو لكن ما إدوه وحكاد لي بايدا ما إدى خبية وحكاد لي بايدا قف أهل الضلالة بلال كيسا قرر على القرين فقال مركز زيد بن علي رفضتمور وات التورتين فمن يومئذ مال كاس لك صوت بالله قيل اللهم وحلوه رفضة وهم رافضوا فرق وفرقوين كثيرة فربلان وفرقوين أف فربلان منهم واحد كميدة الغالية كواحد قد بيس إذا نصيرية وقالاء wa ka farag gaala oo culimadu isku qasan in gaalnimadu sida nusayriyada oo kale ah kamid wa min waxa kamid duuna dalika kuwa kuwas gaaliyada ka sokey oo ka gaalnimay amase amba gaalnimada lagu baxo minba sida sheecada qayba kamid oo saydiyado kale al ilmigu ma gaalaysiin saydiyo ma gaalaysiin e rafidada 12 yada ah kuwas way kuwa culimadu gaalaysiin ويتبرؤون وحي كبر النقضان أهل السنة والجماعة كذلك تبرؤن بر النقشو تبرؤاس وكذلك صدع سوكرا من طريقة النواصب نواصب تطريقة دوده الذين قواصوا ناصبوا التاقين أهل البيت النبوة أهل البيت كالنبغة العداء عداوب لأسبار صلبين وقتاقين وأمور أرمي يقول تاجن أرمه سياسية سياسة لون نسبي أرمه معروفة ليكان ولم يعد معهم لهؤلاء قواس الناصبة وجود شريتين الآن هذا وحرقه إلى حرقه وحرقه القواس الناصبة وبابه شريتين بقوا مصنع ويمسكون ويكتشوك سدان أهل السنة والجماعة عن الخوض إلى بحقران فيما شيقي وقع بعي ويمسكون ويكتشوك سدان أهل السنة والجماعة عن الخوض بحقران فيما شيقي بحقران وقع بعي ومن نزاع ضبع بين الصحابة الصحابة اللي حيوك بعي ضد داس ويكتشوك سدان اللي حقلا رضي الله عنهم صحابة إلى الرادة كان نقضي لا سيما وحن كسي جرين ما وحي وقع كدعي بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان دلكيسي كقدال إيا وماكي وقع دعي بعد ذلك مركز كدي بين علي ومعاوية إيا وعمر بن عاس كدح دعي إيا وغيره من تسقير كود ويرون وحي امن سير اعتقاديا رأي ويرون وحي اركان اهل السنه ان الاثار اثارت المرويه اللي هو وري في مساوئهم حمايالكوده اكثرها بدن كده كدب وابن او محرف انا وحي لغا ليخي عن وجهي وركاس سدو اها واما الصحيح كان صحيحا منها اثارت حاله كميديا فيعذرون فيعذرونهم ويقول عذر دارين أهل سنوه فيه خبركاس ويقولون وحيلين إنهم صحابة متأولون وكوا وحوشة مجتهدون أدذالي سيداس أيلي الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على النبينا محمد.